الشاب سيف عباس كطوف صاحب الأعمال الخيرية وكفيل اليتيم وصاحب حلم بناء سكنات للفقراء والأيتام. هذا الشاب يبتليه الله بفقدان اثنان من إخوته في حادث سير قبل عام ونصف، وشاءت الأقدار أن يرحل شقيقه الثالث بنفس الطريقة في حادث سير أيضا حين كان يقل دراجته النارية. الشاب سيف عباس يفقد إخوته الثلاثة في حوادث سير متشابهة. اللهم اربط على قلب هذا الشاب المحسن وارزقه الصبر والسلوان وأجره في مصيبته، واجعل أعماله الخيرية في ميزان حسناته.